السلام عليكم الإخوان أخوات، مرحبا بكم في هذه التغطية ديال بناء واحد المسبح هنا في مسبح طنصورت. كانت شنو البرومي شحال هذا، ودابا راه هو خدامين فيه وحال يدرك للصيف، ما عرفوش يدرك ولا لا، الله أعلم. ما هو كاين هنايا حدا من مورا مدرسة الجندارم، وهذا دابا اللي خدام، وهذاك اللي ملي قاعة مغطاة، هذاك اللي عالي قاعة مغطاة، وهذا اللي لهاد الجهة راه مسبح. غندوز لكم التصاور ديالو وهداك الشيء. هذا اللي من هاد الجهه اللي باقي ما طلعش، هذا مسبح، وهذاك اللي لهيه قاعه مغطاه، قاعه رياضيه مغطاه. المهم مزيان، الله يلا مزيان. المهم هادو راه من المشاريع اللي تعطوها الاشعاع للمدينه، وتنتمنى على انهم يساليو يكملوا في اقرب وقت. هي القاعه المغطاه راه قريبه تكمل، راه خدامين فيها ان شاء الله، تقدر تكمل في، تقدر توجد العام الجاي، تكون موجودة من بعد ما يتشنا شي مسؤول وهداك الشيء. وبالنسبة للمسبح راه تنظن محال يدرك هاد، محال يدرك الصيف باش يعوموا فيه ولاد طمنصورت. دير ميعادكم إن شاء الله في سميتو الصيف الجاي، عاود تاني يسافروا لمراكش، اللي بغا يعوم يسافر لمراكش. أجا وحدة هاد التيران هذا اللي خدامين فيه، جاوب جوج حداد التيران. المهم بهذا تكون هذه التغطية ديالي سهلات، ندوز لكم التصور ديال المشاريع. يلا شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.